مشوار السمين راح يا حبيبي، ده تعب بسيط وبكره يروح. اديه يا منصور. بقول لك ايه يا معلم رجب، قهوتك اللي هي دارنا هناخد فيها للاد العازه بتاع العم فردوس، ربنا يوسعها عليك. وحدوه لا اله الا الله، لا اله الا الله، صار النعش انت الصحيح سيده مباركه. حل مسعود كوبايه العرباجي خرج من الحجز يا سيد.
منقول ايه؟ احنا جايين نصف معاك حساب مسعود. مفيش بيني وبين مسعود العربجي اي حساب. لا في خمرتك جابت له الوسواس. ايه يا اخويا وسواس؟ اه وسواس. اه كل ليله بيحلم بابنه الذكر اللي حلته من الدنيا وهو بيموت قصاد عين. يا راجل يا مفتري يا ضباب. ايه بتربى له الوسواس؟ بس عباس سيبه سيبه ازاي؟ يلا منقول مش كده وسواس. يلا رايحها هلا تلاقيها والله زرع المحبة. يا سلام على الفول. ايه الندالة دي؟ احنا قاعدين نسكر واحمد امبارح ودع ست الستات. عمتنا اللي خيرها علينا ماتت يا مسعود. ايه؟ فردوس ماتت؟ ربنا افتكرها. لا حول ولا قوة الا بالله. طول عمرها شايلة وتعبانة. كانش حد يقدر يقطن في الدنيا اللي هي. كانت دايما تقول لي جرايه يا واد عباس ما تشغل عضلاتك. بتحتمل صايع كده وتلمسني ثلاث برايز. كانت تقول لي فرانك بخير يا سيد. كلها بخير يا عم. احنا الذي لازم نضلل على احمد نجيب له البن والفقي والاوزاع. ده كان عشاها طاير بينا طير يا جدعان. عباس عباس ربنا بيفتكر الناس الطيبين. انا لما ربنا اراد ورزقني بالولد فردوس ايه عليك الله يرحمها. دول 20 جنيه كل اللي حياتي. خدوهم وربنا هيرزقكم ان شاء الله بالبيت. تشكر يا مسعود. عملت اخويا الشغل بتاعته؟ بقول لك ايه خلص دول 20 جنيه عايزين ازازه فم النصايد بدراع. يلا اطلع له سواس. على عيني يا اخويا سواس. املاه له يا ابني ازازه ب 20 املاه. روح. بقول لك ايه؟ ايه؟ نروح للواد اسماعيل فراشه نديله الازازه ناخد الاذاعه. ما نقولكمش حاجه وحشه. ما نقولكمش حاجة حاجة وحشة حاجة وحشة. ولا سيد قول للولا سمير ان احنا خلاص جهزنا الاذاعة والشيخ الزنقور على وصول. خليه يعلق على القهوة. كله سادة يا باشا. ها الله. ولا سيد حرام عليك. ما هو طالع قدامك زي القرد والتاني بينور الميكروفون ايده ما تهزيتش. هو ده اللي مجنني. بس انا نفسي بقى اطوق فيهم. ما تظلمهمش. ما فيش حد واقف جنبك الا هم. كدبوا عليا وقالوا انهم دفعوا للشيخ الزنقوري وجم ناس قالوا انهم حاطينه عند عيد. الشيخ علي الزنقوري وصل. نورتنا يا شيخ زنقوري. الحمد لله على السلامه يا شيخ زنقوري. انا سلمته لكم. الزنقوري امانه في ايديكم. ها؟ طيب. وده سيد. ها عباس انت تمام؟ انا تمام وانت تمام؟ انا تمام يا اخي. شد حيلك يا اخي. عليكم مشكور. بقى لله يا استاذ احمد. 2 4 6 8 الو الو الو. معنا الان الشيخ علي الزنقوري ابن عم مقري الاذاعه والتلفزيون الشيخ محمد الزنقوري. الشيخ الزنقوري لا يقرا القران في المقاهي يا عباس. انت قلت لي ان العزاء سيكون امام العشاء. وانا حضرت خصيصا لكي يخبر الاستاذ احمد برفض القاطع والبادر. من الممكن يا استاذ احمد ان تستعين بالكاسيت لاحياء هذه الليله. الله. ليه الاصرار على صوت علي الزنقوري شخصيا؟ الكاسيت الكاسيت ما بيسمعش يا مولانا. المكان مش من مقامك يا شيخ. والمكان هناك ضيق. قول نوسع عليك يا مولانا. وبعدين انت واخد فلوس على قلبك قد كده يعني تقرا في المكان اللي احنا عايزينه بشؤنا لا مؤاخذه. انا لما اخد منك مليمن حتى الان يا عباس. انا اسف واكررها. علي الزنقوري لا يقرأ القرآن في المقاهي. كل شوية هقول لعلي الزنقوري علي الزنقوري يعني علي الحجار. خلاص يا زنقوري خلاص. فلنقل العزاء امام العشاء. عباس كل واحد يحمل الكرسي الذي يجلس عليه بسرعة. زيها يا سيد. وده سيد. العزاء ان شاء الله امام العشاء. لننتقل الى هناك. لننتقل الى هناك.
الله العظيم الفاتحة. احسنت يا مولانا. احسنت يا زنقوري. احسنت يا زنقوري. يا اخوانا ما في داعي كل واحد ياخد كرسيه ويروح على القهوه، مش ناقصين مشاكل مع المعلم رجب. عيد مين يا شيخ عيد؟ يلا يا اخويا. يلا اخنع روح. انت بتغمز من الصبح؟ ايوه. طيب يا اخي شد حيلك يا احمد، خد بالك من نفسك، البركة فيك. بسم الله عليك يا مولانا. احنا السيولة اللي معانا خلصت، طمعانين في فترة سماح منك لحد اول الشهر. ما احنا في اول شهر عباس. ليه؟ احنا في كام منه؟ احنا في 5 منه. الله، ما كده يبقى خلص. شوف يا مولانا، انت قمت معانا بواجب العزاء، واحنا هنزفلك بنتك وكده نبقى خالصين. بنتي عندها 10 سنين يا عباس. لا حول ولا قوة الا بالله. طب اسمع بقى يا زنقوري، مفيش قدامك حل غير انك تستنى الاول الشهر لحد ما تجيلنا السيوله. سيوله دي اللي بتكلم عنها عباس؟ ناقص سيوله يكتب لك شيك؟ والله كل الناس حذرتني منك، لكني اندفعت بعواطفي وقمت بوجبي. انا في البيت ومنتظر الامانه. وصلوا الاول الحاره يا سيد. انا عارف السكه كويس عباس. طيب يا اخويا بالسلامه يا زنقوري. ولا انت تمام؟ انا تمام. وانت تمام؟ انا تمام. كله تمام يا ريس. تمام. ايه رايك اجيب لكم كوبايات ومزه وتكملوا؟ تفتكر في عايز عمتي؟ الله، يعني انت مش واخد بالك غير من الشرب، ملانتها كلها كانت على كتافنا. والله ما انا عارف اعمل ايه من غيرها. يا احمد احنا ملناش اهل ولا قرايب، هي كانت كل حاجه لينا. ده انا لولاها كان زماني في السجن. لقيت بيته عندي بلادي، عايز بقى لوحدي. استنى خد الديك اللي انت سارقه يا سعد عباس. هتمشيني بديك رومي في رصاص الليالي يا احمد؟ رصاص الليالي وربحها كمان. يلا سيد. ونحى بقربك يا عباس يا عيد. ابوتك الله يرحم ابوتك. عملت ايه مع الزنقور؟ كل خير، خد السكه. سال عليا؟ لا ما جابش سيرتك خالص. طب يلا روحوا ناموا، انا داخل انام. اوديك معاكم؟ اه احمد مرضيش يبيته عنده في العش. طب لف بسرعه يا عباس وهات سيد وديك. We'll be right back.
سيبني يا عباس. ابوس ايدك، الذبح بكره يا عيل. ما انا عاوز اخلص يا عباس. بس عشان اخوك احمد ياكل معانا، الذبح بكره. يبقى من نجمه يا عباس. ماشي. ها؟ ماشي. من نجمه. ماشي. الموشع ابتدى. ايه البكاسه دي؟ طب ما تقول له صلح السرير. قلت له، قال لي السرير سليم. العيب فينا. هو مش عباس كان وعدك انه هيرجع لك الولايه دي بعد ما طلعها من ولاد منصور؟ ده واد صايع بق بس، ويعتبر نقطة الضعف في فرقة الزفة بتاعتكم. مقبولة منك على قد سنك. كرو كرو كرو. أنا مستنيك. صحيح علي بوبي حبيبي، حبيب الحارة كلها، وهيعمل لي شريط كاسيت. يا سلام. طب ما علي بوبي راح فص ملح وداف، يا ريت يرجع عيد. يا ريت. ده حبيبنا كلنا يا أخي، بس محدش عارف فين أراضيه دلوقتي. يا ترى مسجون ولا هربان؟ هي سقطت. الله 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 الله، ايه عدم الحساسه دي؟ هما كل يوم على الحال ده؟ والله ما بيفوت يوم يا عباس. لا حول ولا قوه الا بالله. لا بقى، اديله صوت، قول له عباس عايزه. اه صح، هيشرب قلق وعلى الله ما ينزلش. صح يا بابا. صح اخويا. احاول. منصور، 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 انت يا منصور. عليا النعمه، ما هيفتح له. انزل عباس عاوزك. الولا منصور شغال يا عم. بقول لك ايه، احنا ننام قبل ما ينزل، ده مفتري ممكن يلم على الارض بقى. ماشي الحال. انزل عباس عاوزك يا منصور. ما ردش عليا الجزمه. ايه انتوا انتوا يا عيل؟ ها؟ يا عيل؟ ايوه يا عيل. ايوه ايوه يا عيل، يا عيل. خير يا اسماعيل؟ عباس وسيد عندك؟ لا. طب ما سابوش عندك امانه؟ زي ايه؟ ازازه بدراع فاميلي سايز. لا واصح، الاوساخ جم المحل وجابوا لي ازازه عشان ياخدوا الاذاعه، وقالوا لي احسن نشربها في اللمه معانا، وخدوها مني تاني. امال فين اللمه؟ يلا يا امك اتاخرت على الشغل. ايوه يا سعاد انا جايه، استنى ما افتح. صباح الخير يا عم، اتفضل. لا معلش، دي لقمه سعاد عاملاها لك بنفسها عشان تغير ريقك بيها. والنبي ما تكسف. يلا يا سعاد عشان هتتاخري على الشغل. ده امر الله وملناش فيه، وده دور وداير على الكل. عدى عليا في المكتب دلوقتي. علي بوبر الوسوسي انساه يا احمد، دي حياته كلها خطر في خطر. انا خايف عليه. وضب عربيه عمتك واقف عليه، وربنا يرزقك بالحلال. ما عمتي ماتت بالحلال يا عم عثمان. كانت تقوم من عز النوم بالليل وتسالني الساعه كام يا ابني، اقول لها 12 بعد نص الليل. نسوكات تقوم تاخد العربية وهي فاضية وتسرح بيها والعيال يزفوها في الحارة. أنا مستني علي بوبي عشان أخرج من الحارة بقى. أنا ماليش حد يا عم حسني. ليك يا عباس وسيد وعلي وعيد وحسن. ده آخر جواب وصلني من علي بوبي. اسمع أخويا أحمد، أنا هربان بس المرة دي مش من البوليس، ومعايا شنطة فلوس أصحابها ما يقدروش يبلغوا.
لكن عاوزين يوصلوني. لكن على مين؟ ده انا دايب في الهوا ونفسي لما الجو يروق سيبك من الحاره والزفه والسمين وتيجي تعيش معايا في الامان. انا نفسي تشاركني فلوس وما تقاسمنيش الخطر عشان عمتك والعيال وعم حسني ومغني المقابر عيد. كبرت يا سعاد. كبرت انا كبرت يا ام انور. لما هجم علي حسيت بجسمي زي ما تكون نار وقدت فيه بس ولعت. كنت خايفة. قدامي لسه مرضى على بال ما الم نفسي. ما احناش جيب اللات يا جدعان. الله حبه حساسه اخوانا موت عمه احمد بردك قلب كياننا كلنا. وان شاء الله لما ارد ورجعنا لنا بالسلامه هبقى اعمل لكم كده كام بروف على الطاير لزوم الانسجام. انا قلت الخلاصه. عشان زردوس عيانه وش امه فقري. يا خوفي يا عوض اكون ذبحه. انا بس اللي ادق يا عوض وخليني اشوف شغل وحتى ابوك. خير يا فرج؟ خير يا احمد. الباقي في حياتك. حياتك الباقي ايه اللمه دي كلها؟ يلا يا اخويا منك لو اللي مالوش شغلانه اتكل على الله. عباس فين يا احمد؟ حق يا فرج. حقي 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 يا عيال. يا جدع انت كل كلمه بموت وارني غزال ولا ايه؟ لسه الحكايه دي فيك ولا عمرك استعملتها جتك خيبه. اسمع يا عوض اذا ما سبتش المطوه دي انا هلبسك قضيه سلاح. عباس وصل. استنى اللي انت خلت بيك. وحشنا يا فرج. بقالك مده غطسان. ايه يا فرج مالك مكلبش وشك كده ليه؟ انت غسله بنشا؟ ايدك ما تترفعش بالمطوى على صاحبك يا فرج. ايه مالكش دعوه يا سيد. قول يا عباس انت شفت الخلقه دي قبل كده؟ عوض ابن حارتنا راجل مسن واسرع واحد يطلع المطوى عدم المؤاخذه ويعور نفسه. ده ايه نبه مساله وضيع حقي يا جدعان. اب بديك يا عباس ديك
ديك ايه يا فرج؟ اللعنة يا سيد. اقلع يا عباس. الله عليك. والله عال فرج بيشك فيا، بتهني بالسرعة، بيشك فيا يا سيد. بيشك فيك يا عباس. فاكر كنا بنقول لك ايه في المدرسة؟ فرج فوق اصحى. فوق اصحى. ودلوقتي لازم نقولها لك تاني يا فرج. فوق اصحى. فوق اصحى. عباس اكبر من كده بكتير. ما تقول له عيد، ما تتكلموا يا خل. فرج اللي كان معايا في الابتدائي على تخته واحده واحنا الاثنين فشلنا في التعليم بيشك فيا يا ناس. البس هدومك يا عباس بدل ما البسها لك بالقوه. الناس اللي انت بتشاهدها عليا دي هي اللي قالت لي اهو. قلت له ايه على ايه؟ بس خلق والبس وانا ناقصك عيد. انا اللي خدت الديك. سيب لك اخوك عباس شويه يا فرج. تعال تعال ما تخلص نفسك يا عباس. فرج مش شاهد لك بالاذيه. كنت كان تقول كان قلبي حاسس يا عباس. احنا في ايه ولا في ايه يا عيد؟ فرج هيودينا كلنا القسم. النهارده جاي خبط عشان الديك، مش عارف بكره هيحصل لي ايه من تحت راسك. قلبي بالديك وخلصني. انا سرقت الديك عشان خاطر عمتي الله يرحمها. عيد الديك فين؟ عندي. يلا اديله المفتاح عشان يجيبه. ماشي. قول انه عمري ما اديت مفتاح لحد. خد. لا خلي سيد يروح، انا هوبلس. ايه؟ انا تعبان يا احمد، هخش جوه العشاء اقعد مع نفسي شويه. روح يا سيد. خد يا سيد. دور لي طبعا القميص بتاع عيد على ما اجي. روح ورا سيد افرج هجيب لك الديك. يلا يا اخوان، هو كل واحد يروح لحاله. يلا انت فين يا عباس؟ انا هنا عيد. تعال. تعرف الواد منصور هو اللي واشى بينا. اصل الديك طول الليل ما بطلش كركره. هو الواد منصور؟ احمد انت زعلان مني يا احمد؟ والله ما عارف اقول لك ايه. خد اهو براءه فرج، حقك رجع لك. اذبح لنا خروف بقى. يا سعاد لما شافتني قفلت عليها باب اوضتها ليه؟ انت مش واخد بالك، سعاد واخده على خطير. من انا؟ من عمايلكم السودة، انت والمخفي عباس والمولد اللي عملتوه في الحاره. طب خلاص يا عم قفلي. يا عم قفلي. سعاد يا سعاد رد عليها. سعاد لو طلعت لك مش هيحصل لك كويس، سيبها في حالها. حليب قلب حليب. حط حليب في جيبك يا سيد. اللي لازم الفرحه دوب علشان الولا سيد سايبوه الشغل. قلبه مضروب 100 جزمه وانا مش عارف ليه. انا لو منه كنت افرح واهيص واقلبها دانس. الراجل شغلته واكل الفراخ. شغلانه رخمه بنت كلب. لا ويقول لي دي فلان تجارب يا عباس. تجارب مين يابا؟ بقول لك ايه؟ خلي بالك من الكلب يروح كده ولا كده. لا انا شايف بعز نفسي. اعمل ايه؟ عايزها تمشي. انا كنت اعرف زمان واحد زي كده برضو كان عاوز يمشيها. كنت بروح انا وعمتي المانيال علشان نزور واحده صاحبتها على النيل. كنت اشوف واحد بيجري بالموس وحاطط ايده قدامه عشان يغطي عورته، فجاه يرمي نفسه في النيل. بعد كده عرفت من الناس انه كان بينزل بجسمه كله عشان يسلك الميه. هو الجدع ده شديد قوي عشان كده تلاقيه اتكل. قفل التسجيل ده يا عباس، الناس متضايقه. ولم الكلب ده اللي عمال يتنطط بالترددات كل شويه. احمد اه مسعود اه عارف بقى الكلب الاسود اللي مش عاجبك ده شايل في رقبته حياه بني ادم. سيبك من الاهانطه دي، كل يوم تعكير مزاج وقله ادب. انا مش عارف اعمل ايه معاك. ولا تقدر تعمل حاجه. يالا خليك في حالك واحنا في حالنا. احنا بنحبك يا منولي وبتصعب علينا لما نضربك. امتى الزمان اسمح يا جميل؟ متخافش يا مسعود، الواد هيعيش. قوم هات الكلب عباس. والله انت ما لقيتش اللي انا. ما هو انت يا سيد. مؤاخذة ارفع رجليك. ايه حاجة يا منولي؟ خلي عندك رحمة يا اخي، تحت منك روح. انت ايه ما عندكش تنين؟ يعني ابني هيعيش. انت شايف ايه؟ ده كلب اسود كبير ولا صغير؟ صغنن. يعني في عمر ابنك؟ هنضلله ان شاء الله، هنلوصه، هنخليه ما يعرفش العين من الكلب. ما هو ده اللي هيحصل يا اخوانا. يعني مش هيعرف يميز. لا مش هيعرف. هو مين؟ يموت. اقف يا عباس، اقف يا سيد.
ايه في ايه وقفتوا ليه؟ شوف امسك يا ضيع اقعد سيد كانه ضيع ابنك. ارجع يا عباس ورا. اسمع يا عباس خش عليهم بقى كانك عزرائيل. عزرائيل ايه اقل منها؟ لا عليك خالد الكلب هيموت وسيد هيعيش. الكلب ده هيتربى مع ابنك، حميه اكله، خد بالك منه. اديني الكلب يا عباس عايز امسكه. خد بس بالراحه عليه بالحنيه كده. منولي خمره العيال اللي نزلت واللي هتنزل على حسابي. سامع منولي؟ انا مش قادر اعرف انت بامارت ايه سموك منولي. هو فين؟ هو مين؟ ايه مالك يا مسعود؟ ما انت شايف؟ الع ايه؟ ده العريش واقف من غير الحمار. اكيد يا مسعود واحد قطرك ومشي وراكوا سنه واحنا في الخماره وسرق الحمار وساب لك العريش ونويبع. ايوه بس هو فواز الجبل اللي سرق الحمار خارج من السجن بقاله اسبوع صح؟ اه 24 ساعة والحمار هيكون عندك. بس احنا لو سيبنا العريش كده لا مؤاخذة يعني هيتسرق هو كمان. لا ما انا مش هسيبه هاخده معايا. مفيش بخت يا جدعان. بقول لك ايه بقى ما دام هتسحب احنا كنا هنركب العربية وتسوق انت مسافة ولما تتعب كل واحد فينا يسوق مسافة وعلى كده نوصل. ماشي ارتاح. يلا يا اخوانا يلا يا اخوانا اتكلوا على الله. يلا يا شويه يا مسعود. يلا يا مسعود يلا ها آه. عشان رحت لزينهم يا احمد. زينهم مين؟ اللي بتاكله الانارب. بس الدكتوره وحشتني رحت اطمن عليه الحمد لله زي الفل. هو كان له كام جوزه يا سيد؟ كتير متعدد. شفتك لوحدك اللي بتعرف تغني يا عيني. شفت لك الرطوبه يا مسعود بكره هيكشفك. شكرا يا احمد اصبح على خير. هذا مسعود السكل تصبح على خير. ابوتيكا اشرب سيجارة بر. ايه اللي مسحيك يا عيني دلوقتي؟ مستنيك. مستنياني؟ مستنيك. شارك يا سعاد. ومين؟ ما انت لازم تفرفش. انت تعبان. انبسطت لما رحت. انت خدت شوية. كان منظرك عجيب. عجبك شكلك؟ كنت حلوة وصغيرة. انا مش صغيرة. انا حبيتك من اول ما شفتك راجع من القصر. كنت لابس Thank you.
فواز. ثلاث ساعات بتغسل الجته. اصل فواز بقاله سنين ما غسلهاش. مش كنت اتنيلت وخلصت وش الحمار ده بدل المعكاكه اللي انا فيها دي؟ البركه فيكي، انا ما بعرفش اجيب الوش، الوش عايز دقه وانا مش دقيق. فواز هتكسب عليا ولا لا؟ هتجوزك بس لما تبطلي تتفاشل. ده اتخانق يا فواز. حرمت الحمير. انا حرميه. يلا وجهه يا فواز. انا بيت انا عالي. هتجيبوا على مره ولا نتكلم؟ محدش منكم هيدخل طريقي. لا ما سيبك يا فواز. بعيد يا بنت، مفيش يجي يشد معاه. امشي. اوعى انت. يلا يلا. خد احمد، خد احمد. صباح الفل. صباح الخير، طلباتك. رجيت مشكل. انت لسه مع فواز؟ لا قوي. مع فواز ولا مع غيره؟ يخصك في ايه؟ على فكرة انا باجي العربية كتير قوي ما بلاقيكش. لا ما انا بشتغل خفيف خفيف لما اكون محتاج فلوس بس. اتفضلي. يشكر يا فول. سلام. سلام. يا عيني على الناس الحلوة اللي بينزل لهم الغزال من الجبل عدل قص جحش. فك عن ناسك. فرفش. فك بقى. قريب انا ادم، انت ما بتحزنش وما بتتعكننش. واحزن ليه؟ واتعكن ليه؟ بس قول لي ايه رايك؟ ايه؟ في البيت؟ بقول لك ايه؟ سيد تعبان قوي وزعلان من ساعه ما رفضوه. انا عرضت عليه يجي يقف العربيه هيسترز، العربيه هتبقى اكل عيش وفرح قوي. الله. وانا ريس ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش في عباس؟ على العموم انا فهمتها، قريتها وهي طايره. عشان كده اول ما جه الواد اسماعيل فراشه خدت منه عربون الزفه. كل واحد فينا دور على اكل عيشه. انت ما بتزفش لوحدك يا عباس، فين الفلوس؟ طب حاسب حكرنيش القميص. بقيه الفلوس ايه؟ هما دول؟ الباقي اشتري بيهم جزمه. جزمه فين دي؟ في رجلي. ايه ده؟ حد يلبس بوت في عز الصيف؟ انا. هنعمل بروفا لوحدينا، ما تروح تشوف الولد سعيد. صحيح الولد سعيد. طب يا فارس توب، خليكوا زي ما انتوا. يا سعيد انا مش هزف، ما حدش شريك، انا مش هزف اسماعيل. الله، ما انا عايز اعرف ايه السبب. من غير سبب، هي كده بقى بلطجه. بلطجه؟ بلطجه. ايه الحقيقه؟ ده بيقول لك بلطجه، القطط هتاكل عيالها. اصحى يالا، الولا سيد هيفرد عليا. فوق، ده انا دمرك. مش رايح يا عباس، احنا مش رايح. ما تعتق امار يا عباس، يمكن في حاجه بدقاها. الله، عباس. ايوه يا ريس. سيب سيد وتعالى. طب داهيه، لميت علينا الصراصير. كنت هبهدلهولك. احمد رحمه من ايدي. ايه يا ولا سيد؟ ها؟ ايه يا ولا؟ هتعملي فيها عاطفي يا ولد؟ خليك مصوره. ايه كده خلاص؟ لسه مش عارف مصوره. يلا بس اسمك كده، امسك الورد كويس وانت كده اهو. اسمك كده، ما تتحركش وبص الاصبع اهو. بص الاصبع بقى ولا حرف. مالك يا سيد؟ فيش. ساكت يعني ما بتتكلمش. اسماعيل بيتجوز صاحب عيد، واحنا صغيرين كنا بنروح نصطاد سمك سوا. كان عنده علم بياخدنا وراه زي ما يكون امبارح. عقبالك يا سيد. بالي. يوه، امال انا اعمل ايه؟ فتحيه خلاص بطنها اتنفخت، ما بقاش عندي امل يا سيد. كنت عايش على امل انها تنزل دور وترجع لي. يا فتحيه حامل؟ ايوه. طب هي سابتك ليه؟ بص المره دي بقى تقول لي ما تغلوش عليها زي كل مره، ماشي؟ هقول لك يا سيد، كانت عاوزاني اطلع الطرافه اقرا والقط رزقي، انا رفضت. جوايا مطرب، تعبني يا سيد، عاوز احترف في الغناء.
زفه جت. الله، ومولاد اسماعيل ده جه هنا ليه؟ هو مش كان عازل؟ لا، اصل هو ما يعرفش حد هناك، قال لازم يعمل فرحه وزفته تخرج من هوم الحاره. عامل فرحه فوق سطوح خاله. بقول لك ايه يا سيد، اجهز بقى واجي نروح سوا، بلاش غلاس. ها ماشي. وسلام للعريس وعشر ميت بوسه للناس والبوليس. سلاتنا للعروض نوته وسلاتنا للعريس نيس وعشر ميت بوسه للناس والبوليس نيس. عريت نسنا مجدة تندع، عريسنا مجدة، عريسنا مجدة، وعروض نصته أبدى تندع، عروسته أبدى، عروسته أبدى، سبحانه هو اللي جات ينمع، شمود نوسه وسلات نمل العروض نوسه وسلات نمل العريق نوسه وسلات نمل ايه مرات مربع، سلام مربع، سلام مربع، غروط نوته تلات نعلع، نوته يلا يلا تلعلع، وماتنا الحاور يزرع، حسودة تنبر وتلع، يا غروط نوسه محروط بحاجة واحدة بس، اني اسيب الحارة. انا نسيتي خربانة يا سعاد. لو سبت الحارة هسيبها انا كمان. انت مجنونة، سيب الحارة وتروحي فين؟ اي حتة، مش قادر اعيش فيها بعد ما تمشي. تهددينيش يا سعاد؟ انا ما بهددكش يا احمد، بس بقول لك عن سؤالك. ده انا نمت وانا قاعدة مستنياكي. سبت الفرح ليه؟ ابدا اتخنقت. يعني مش عوايدك تسيبني الفرح؟ طب اللي حصل؟ وايه اللي بتعمليه ده؟ حد بيغسل بالليل؟ انا زهقانة يا امي.
صوتك يا جمالك. اسمون اللي عم خد عليا كل ده وانا ما عرفش ايه. يا سو انت بقى اللي كلت معاه احمد حلاوه يا ابني. احنا اصحاب. طب ما انا صاحبه ما ادانيش العربيه ليه؟ انت عارف يا عباس. عارف ايه يالا؟ عارف انك بتاع نسوان واي واحده هتخش هنا هو هتعلقها وتعمل لنا مشاكل. طب وماله بتاع نسوان؟ انا فيا حاجه بتشد النسوان، الحاجه دي مش فيك، نصيبك بقى تقوم تحد. يا ساو انا شك كان في محله، يبقى انت اللي وزيت علي احمد وانت اللي كلت مخه. انا ما كلتش مخ حد. احمد حافظك كويس واريك صفحه صفحه عباس كده. طب هات الريكوردر بتاعي بقى. انت مش قاعد تحايل على احمد عشان يعلق لك الريكوردر على العربيه؟ خلاص يا ساو خلاص يا اخويا. وانا معقول برضه عايز عليك الريكوردر؟ انا هاخده نضفه بالتنر عشان التست بتاع الشيخ عيد. خلاص يا اخويا ربنا يهديه. احمد ازيك يا مسعود؟ كويس الحمد لله. الواد كويس؟ ما الواد قدامك زي الفل اهو. قربوا شويه اهو. اطمن. الحمد لله. جبت السجاير؟ اه جبت لك السجاير. الو حكايه بس يمكن يطلعوني النهارده. روح انت خلي بالك من نفسك. صباح الخير. اهلا. مش انت سيد برضو؟ اه سيد. ينزل من الخدمة؟ لا ابدا بسأل بس على احمد. اه لا مش موجود، خرج مشوار كده. الا قولي هو مالك العربية؟ لا انا شغال عليها لحسابه. اه طب والنبي لما تشوفه بقول له نادية سألت عليك. يوصل تنساش عرب. ابوتيكا. وبعدين ايه عيد الكعبه بتاعتك دي؟ انت لسه ما لبستش. والله يا دي عباس محتار مش عارف البس ايه ولا ايه. يا دخاخ من كتر اللي عندك البس الحته الزفره اللي حيلتك وشد فوق البلط. البلطو ده في الصون يتبهدل. وبعدين انت مش شايف ان الدنيا حر؟ سيبك من الحر، المهم المنظر. بقول لك ايه يا عباس، بيت الفتحيه جت؟ الله يخيبك انت لسه متعلق بيها. انساها بقى، منصور خلاص عملها. طب امشي 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 من هنا. انت امشي امشي. يا جماعة المسؤول عن التست عباس وسيد والعبد لله. ويا اب عيد يا غطس. يلا بقى يا عيد الكل جاهز. قصر يا عيد وهات من الاخر. يلا انا ليا كلمة صغيرة احب ابلغها لسيد بالذات. انا مش اقل من طاهر مصطفى في حاجة ابدا. ولا طاهر ابو زيد يا جدعان. عيد ده الجوهرة السوداء، والجوهره دي لو قبت هتقلب الحاره وتغير الموازين. انا مؤمن بيه. يلا انخع واتكل على الله. حلوة ونسمع بقى تتسجل. يا ريت رجع الشريط يا عباس. يلا معنا من عينيا. ايه ولا حد اتحرك مكانه. في ايه يا عباس؟ الحق يا عيد. ايه الولد منصور ماله؟ طفى النور. هو نفسه يبوظ الليله. الكرباج اهو انا طالع له. هاتولي يا عباس. هات العصايه. هات العصايه. تعالى يا عباس. ايه يكون انا بس؟ اوعى اوعى. افتح افتح يا جمال. افتح يا جمال. مين مين؟ اضرب على طول يا عباس. ايه ده يا عباس؟ مسك لندن لمراته. جرب يا عباس جرب. انت مكانه تحت. لازم يضرب قدام الشباب يا عباس. خربت بيته. خربت بيته. وعاء يا عباس. بيت مين متخرب؟ اكسر في حل. عايز بتضرب؟ انت بتكذب عليا. يا راحت يا راحت. Wow.
اتفضل. نادية ايه يا بنت اللي جالك هنا ودخلت ازاي؟ كسرت باب العشاء وقلت اقعد استناك. ليه يا اختي بقى؟ ايه في بيني وبينك ايه؟ لا الولد فواز حرام الحمير هو اللي دسها علينا. لا فواز هرب بعد البوليس ما مسكه وانا خفت اقعد احسن البوليس يقعد عليا. طب تروح يا اختي عند اهلك ايه؟ مالكيش اهل. اه ليه يا اهلي؟ بس لو رحت لهم هيحبسوني ويحلقوني شعري انا عشان ما اخرجش. بقول لك ايه؟ اتفضلي برا العشاء. الناس اللي علي ايه؟ انا جايه لك عشان تشوف لحد اقعد معاه. لا ما هو هنا مستحيل. طب استنى يا ريس، ايه رايك بس لما اخذ يعني تقعد عند الست ام صبري؟ ست كبيره واحده ليا. ما هو الواد صبري ساعات بيرجع يبات عند امه ده بيبشر. والله عندك حق، وصبري ده واد شرس ولو وقعت تحت ايده مش هيعتقها، ودي عامله زي العصفوره. طب وايه الحل يعني لما اخذها؟ ننام احنا الثلاثه بره العشاء وهي تنام لوحدها جوه العشاء، يطلع صباح نفكر على رواق. واهل الحته عدم المؤاخذه لما يلاقونا نايمين بره العشاء محدش يوم هيقدر يتكلم. اه صحيح الانسان سمعة. ايه وقف معاك على العربيه. نعم يا اختي. كلام عباس معقول برضه، ننام احنا بره وهي تنام جوه الصباح رباح. انتوا الثلاثه؟ اه احنا الثلاثه. يلا وضبي نومتك وهي حصيره الصيف واسعه. خد يا عبس. يلا سيد يلا. اروح فين؟ يلا فلت يا منصور. ها منصور، منصور منصور عايز مني ايه؟ انت ما بتردش ليه؟ ايه علي الطلاق لما وصلني صوتك وانت بتغني. ايه كنت عايز اقطعه لكن الحكومه قامت بالواجب. انا مش عارف ايه اللي وزك على موضوع الغنى ده. علي بوبي قال لي صوتك حلو يا عيد وراح وجه مراجيحي، لكن انا الكلمه علقت معايا. هي مراتي اقصد مراتك حامل؟ ايوه حامل. هتسميه ايه؟ منصور. منصور خير يا عيد؟ لما يطلعونا رجعني معاك الحارة. يا بنت الحضانة انا يا زفر يا طول عمر الزفر زفر. وانت انا حبيبك يا احمد. عمرك زفر. انا ما عملتش حاجه. قوم معايا سيب البيت. ايه ده تجيب ليها؟ الله يفضحك وخلي رجلك في سنين. يا ناس انت واقف شد معايا. انا ما قلت ايه؟ ده انا حبيبك يا احمد. ده مالي انا طيب؟ انا هتربط معاك ونام. ناموا. انا عايز اتجوز ناديه. اعيد لي عليها يا احمد. نرجو مستمعينا الاعزاء ان تستمتعوا معنا بكل ما نقدمه لكم. افتح عيد يا سيد. عايز ايه؟ تزعق ليه؟ ما تتكلم بالراحه يا عم. انتوا مش شربتوا وسبتوني. عايزين مني ايه بقى؟ مش الواد عباس هيتجوز البنت ناديه؟ طب استنى يا قال يا سيد، اخرج اعمل لك كوبايه شاي معايا. ده خبر جديد نوفي. كانت ليلة كوفي يا ولا. انتوا اتخليتوا عني لكن ربنا ما بينساش حد ابدا. الزملاء المحبوسين سمعوا صوتي كيفوا قوي، وصوتي وصل حظابط قال لي ايه ده؟ اتقبضتوا على ابو حليم وافرج عني فورا. قلت له معلش يا حظابط. معايا وارث اسمه منصور. قال لي ايه؟ سوري
وافرج عنه هو راح. يا سلام، قال لك سوري. امال على فكره يا ولد سيد، البنت اللي اسمها ليلى دي عكاكه قوي، خلوا بالكم منها. ها انا عارفها كويس. تعالى يا ولد سيد تعالى. بقولك ايه، مشواريها تكونها شعرها خالص قوي، وانت تشوفوها كده تسلم لها ب100 وتضبوها على الاخر. ها انا هعمل دماغ وراجع، خد بالك منها دي وحدانيه. ليه النبي الاحسن؟ انا ايه ورايا اجار شقه مؤبده. انت مش لوحدك يا حبيبتي، كل ليلة حواليكي. ما تغلطوا يا ستات. اخواتي محدش هيجي. من زمان وانا هيك كمان، اوقات كتير قوي بيهفوا عليا، بيبقى نفسي اروح اشوفهم، لكن كلهم بيكرهوني ومتبالين مني. ابويا لما كان بيضربنا كان بيقول لي يا بنت انت ما فيش فايده فيكي ولا في الحيطان تقدر تلمك. ايه ياما اللي معادك هنا؟ قومي. طيب يا سعاد جرى ايه؟ ايه يا سعاد مال وشك مقلوب كده؟ كلش خطبت منك عباس وانا مش دريانة ولا ايه؟ قال يا قاعدين يكفوكوا شر الجايين. اصل يا حبيبتي عباس طيب وعنيات ومش عارف اللي جواكي. ايه بقى اللي جوايا يا ست سعاد؟ كلش مكشوف عندك الحجاب يا حبيبتي وانا مش دريانة ولا ايه؟ ما تخش يا خال. انت يا بت خميرة عكنانة، ما تستهدي بالله، هي كانت عملت لك حاجة؟ انا ماشية ياما ماشية، انا ماشية ياما ماشية. رقصوني، انا عايز ارقص. وعيد ماله تبعتي لي معاه جواب. عايزه اقابلك اقول لك اللي في قلبي. قولي وخلصيني. واخر مره تبعتي لي رسالة. احمد انا عارفه ليه نادية وافقت على الجواز من عباس. ليه؟ علشان تفضل جنبك. جنب انا؟ وتبقى شركي بينكم. خلاصي. عارفه مين عباس؟ انما بقيناها ليله سودا ومش هتعدي على خير. ليه بس يا عباس؟ يا عم حسني ده ضايقني قوي، الراجل سنين دوت اديله شهرين ما خرجش من بيته، واول انا ما زنقت وشحطت منه جاكيته داير ورايا في كل حته. ده انت خامس واحد يوصيه على الحكايه دي. فرحان بيها؟ دي معموله من قماش الكنب، واللي مجنني يا عم حسني انه ما بيلبسهاش. تلبسها يا عباس؟ طب على الطلاق بالثلاثه لا لها، ولبسها لك قدام الخلق دي كلها عشان بنفسك يا عم حسني تشوف المنظر على الطبيعه. شايف بتلقي فيها هتقع منها مسخرة. ايه العباشة؟ ما حاجة من ريحة الشغل بتفكروا بأيام زمان. المفروض ان الملوجست سمير وهبة ما يقلقش على حاجة مع عباس، دي جدعانة، ده اللي انا اعرفه. صح. يلا يا عباس العروسة جاهزة. ايه؟ تاخد العروسة بدل الجاكيتة؟ قلقان عليك، اول مره تفوتي زفه يا بنت. انا مش عاوز اشوف حد ولا انا ولا انت. انا سبت الشغل يا سيد.
سبت الشغل. فوت بقول لك ايه يا علي من بكره نشوف شغلنا. ها انت لسه برضه بتفكر في الكاسيت؟ اخس تيجي منك انت يا علي. اه فكرتني انا سيد، قلت لك جهاز تسجيل وكما انما ايه هيخليك تعيش لوحدك مع حليم. ابوسك. انا مش طالع معاكم السفينه، هختلي بنفسي على الكورنيش. وصيه حقيقي. بنفكر نبدا حياتنا ازاي؟ سنين عدت الواحد مش واخد باله. انت لازم تيجي تعيش معايا وسيد وعباس. أجر لهم العربية وخلوهم يعيشوا في عشة عمتك لحد ما يلاقوا لهم مكان تاني. لو سبت العربية ما بين سيد وعباس هتحصل بلاوي، والواد سيد حقه هيضيع. لا لا لا، الولع عبس قلب أبيض. لا ما دخلت حياة واحدة ست والله أعلم. هتعمل معاه إيه؟ يا كده هتحب في ايه ده؟ انت حلالي بلاوي. حلالك قدام الناس ربنا. ايه بس يا عباس؟ بقول لك ايه بس؟ بقول لك ايه عباس؟ خليك حلوة كمان. ولا لا؟ خليك يا أكل قدام الناس. تعرف يا عباس اول مره امشي على الميه جميله قوي. انا وحبيبي انين نونا امانين. نونا ايه تهد؟ تعرفي الخمره اشتغلت في دماغي، حاسس ان في صواريخ مرشقه في جثتي. ده الولاد ما يعلم بيها الا ربنا. يا جدع انت مش عارف. اوعى اوعى خليني اروح الحمام مسنوقه. فينا ونزل لهم قارب. عد الجروح يا قلم، عد الجروح يا قلم. فوازي الجبلي حرام حمير، بس مش حرام نسوان. عباس سرقها مني، انا ما بقدرش انام من غيرها، انا ما بقدرش انام من غيرها. كانت بتهرب وتجيب، المره دي اتجوزت. عباس مش هيفلت من ايد، عباس مش هيفلت مني. انا مش هسيب، انا مش ماشي، انا مستني. الله 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 الله، ده هتروح بالليله. ده باين عليه سكران فينا. عد الجروح يا قلم، اللي هيقرب من فواز هيجيب كرشه، اللي هيقرب هيجيب كرشه. فواز كل شيء نصيب، لو ربنا رددك مش هي هتنونه. انا خايف عليك من البوليس، البوليس قلب الدنيا عليك. لو كان مش قادر تشيلني. قولي عاوز تروح فين وانا اوديك بالكرشه بتاعي. وديني عند ابني متولي. تعالى يا فوزي. لا
لا انا ما بقدرش انام من غيرها، انا ما بقدرش انام من غيرها. انا ما بقدرش انام من سلاتنا للعروتنوسة وسلاتنا للعريتنيس ووتنوش ريميت بوتنوسة للنافمس والبوليتنيس. زمان المركب وصلت حلوان وحترد تاني وحترد تاني. لا بقولك ايه عباس، بقولك ايه عباس، مش وقت عباس، بقولك ايه عباس، عيرني بقولك مش وقته. ياه ايه مالك؟ جسمي كله اتاخد لما شفت فواز، منظره يصعب على الكافر يا جدع. وعمل لي واد جن وفتح لي المط والقرن غزال وعد جروح يا قلم وركبي مش شايلاني. فك العقد يا جميل. انا مش قادر انسى منظر الواد احمد لما كان رابط رجلي واحنا قاعدين قدام العش وانا جسمي مولع نار. ولا الجدع الخواجه بتاع المركب، بليز النهارده عيد ميلادي، ثانك يو. بس يا عباس عليك يا عباس، عد جروح يا قلم، عد جروح يا قلم. عباس يا عباس يا عباس، هد اللعبه شويه، مش عارفين ان انا عباس. اوديكي فين يا صحه؟ حد يولع لك متوجع سايل، مالك واقف ليه؟ خفي شوية يا عباس، عاوزين ننام ساعة والدبان هياكلنا. يعني لازم تلمها اوكر وقضي راسكم الناحية التانية ودانكم لازقة في الجدار. اصحاب ايه دي؟ ايه؟ كنا بنقول ايه؟ ما نسمع احنا مالنا. الله بس بقى احسن بضرر يا دي النيلة. ابو دكة انا من صغري منحوس، لولا عمتي كان زماني بشحط. كانت بتتوقفني الشوارع، لمتني وكلمتني كتير، الله يرحمها. قد جروح قلم عباس قلبه قاسي طار عليا. نعم يا سيد نعم. انا عايز اتجوز احلى. انا طول عمري مؤمن بالنصيب، انت فاكر حاجه بتعيب يا سيد، والف بنت هتتمناك وتقع في حبك. بكره تتجوز يا سيدي وتبنى لنا الحاره عيال. يا ريت احمد. طب نام نام بقى يا سيد. انا جوزتك عشان تعبت ونفسي استريح. لما جانا احمد تاني يوم ودخل عليا العشة، بعدين كما تهكمت عليا قال لي الواد عايز يتجوزك، ايه رأيك؟ قلت له ماشي يا احمد اتجوز عباس. ايه هو مش راجل؟ هنضبط. والتجريح ده لازمته ايه؟ اللي في قلبي. بقولك ايه، انا نفسي بقى ما تبركش على نفسياتي، انا بتخانق يا عباس. عباس جنتلمان ويحب اللي تلاقيه ونفسيته عزيز عليه قوي. قوي؟ ولما انت نفسيتك عزيز عليك قوي اتهجمت عليا وعايز تاخدني بالقوه ليه؟ ام سعاد جابت اللي جوايا وقالتها لي في ليله فرحي، قالت لي انت طول عمرك يا عباس حتى انك طاير زي ذكر الحمام بتدور. انا فعلا بدور ولقيتك. على فكره يا نونو انا غير احمد والولا سيد خالص. مين اللي في الصوره دي يا عباس؟ دي مريم تبع احمد. بس بنت حلوه وزي القمر، متعلق بيها ومش قادر ينساها، مع انها مش النظريه يعني. انا جعان، ما تقومي تذبحي لنا كام جوز حمام كده، مع ان ما باكل الحمام ده ما بيقعدش في ظهري. قومي دي بيناها ليله ما يعلم بيها الا ربنا. قومي يا اخت قومي. دايما مجالوش على نفسك يا احمد. فاكر ايام المدرسه؟ كنت دايما سابقني، كنت انت الزعيم. صور يا علي، طول ما انا مستنيك ما كانتش حاجه بتفرق معايا، ازف افراح ما زفش، اقف على العربيه ما اقفش. حاجه واحده بس
اللي كانت مخوفاني من الشغل معاك. ايه هي؟ السجن. ايه بتضحك على ايه؟ ايوه بخاف من السجن يا علي. اصل انا ساعات ببقى عايز ادخل السجن عشان اهرب من الموت. الجماعة اللي بتطاردني وعايزة مني الفلوس خلاص ما عادش البوليس بيحميها. انا عايز اغسل الفلوس دي وانت اللي هتغسلها. هاخد لك شقة في مكان حلو وتشغل الفلوس في مشروع وانا هقف ورا. هديك ورقة مهمة جدا فيها كل العناوين بتوعي. لما تقرر تعال. افتح يا عباس، بقالك تلات ايام قافل عليها. اطلق الحمام يا عباس. افتح يا عباس. افتح يا عباس. ايه سامع حاجه؟ اصوات غامضه. يلا بينا نقعد على القهوه وبعدين نرجع له تاني. يلا. يعني ايه اصوات غامضه؟ نفس الاصوات اللي بتحدث مع الواد منصور. انا في خيالي اجيب حديد واحطه على الشباك واشتري سلسله وقفل واسكر باب العيشه ده خالص. انت في خيالك تحبسني يا عباس. يا بنت انا بحبك وبغير عليك ونفسي اعمل عيله. يا راجل خلي عندك دم. تعمل عيله ازاي؟ هي كانت العشه بتاعتك. لو احمد ساب الحاره انا وسيد ظهرنا هيتقطم. مجيت علي بوبي دي وغوشتني. انا لازم اامن نفسي. علي بوبي رامي طوبتي بيقول لي انت بالكتير مقاسك حرامي طير. بقول لك ايه يا عباس، ما تيجي نسافر ليبيا. لوبيا؟ هنعمل ايه في لوبيا؟ فرد. فرد مين؟ ده نص فتوات الجبل سافروا على هناك. ده حارتنا لوحدها مصدره خمس فتوات. يا اخت احنا مالنا ومال الجبل؟ خلينا في الوادي. وادي الوادي السعيد. النون في الضياع. الوادي الجديد. انت مالك مزندة ليه؟ ما تقومي تاكلي. اسمع بقى، انا هتكلم قدام اصحابك. تتكلمي تقول ايه يا وليه يا بيكس انت؟ بطلي بكاسه بلاش احراج. عباس حابسني ومش عايزني ازور ابويا. امي وحشتني. مش فكرك بيهم دلوقتي. نفسي اشوف ابويا واقول له ان انا اتجوزت وبقالي بيت عشان استريح. امي كمان هتفرح قوي. اصل امي كان نفسها تلم. عارف يا احمد كانت بتقول لي ايه؟ يا ملك بخته اللي هيجوزك ويقفل عليكي بابي. كانت بتقول لي ايه؟ انت صيح عليك. خلاص يا نادي، انا هاخدك ازورك اهلك وانا مسؤول ارجعها لك. يا ساتر يا جدع، زي ما اكون حابس قط ذكري اللي بتشمش مع الخروج. بتخانق يا عباس. يا عباس ما تاخدها يا اخي تزورها اهلها. يا لا اهلي خالص، تقول لك اهلي وقرايبي كتير بس ما بحضرش فيهم. ايه يا اخي؟ فوزي رمضان ابني مات يا احمد. طب انت بقى ملكك. اوعى ملكش اكل. ابني مات يا احمد. ابني كبروا عيد. قضاء الله وقدره. مش بدك يا حيلك. ربنا يعوضها خير. لا حول ولا قوه. ابني لا حول ولا قوه.
ازيك يا سعاد؟ ايه ده؟ مالك يا بيت؟ خرب بيت عقلك، وشك متغير، انت عيانه. ابدا مفيش، انا كويسه. لا مش كويسه، امك قالت لعيد انك بتقفلي عليكي اوضتك بالساعات وبتقومي في نصاص الليالي تغسلي، وبعدين ما بقيتيش تتكلمي زي زمان. انت كنت رغاية يا بيت. شفت انا جبت لك ايه؟ عقد بقى، انما حكايه. ايه رايك؟ اساعدك؟ على فكرة أنا جايبه من زمان، بس ما كانش في فرصة إن أنا أقابلك لوحدي. سيد مالك؟ سيبني سيد، أنت زي أخويا. مش وقت يا سيد. سيد يا أخوك، ما تزهقنيش، أنا تعبانة أتعب عليكم. تعبت يا حلم، تعبت. حتى علي بوبي خد مشروع الكاسيت باستخفاف. كان نفسي اشدو واكمل مشوار المغنيين الكبار العظام. في ناس كتير ملهاش حظ، اعتبر نفسك بقى واحد منهم ورايح نفسك. لا، ساكرر المحاوله ولن يهدأ لي بال. ربنا ان شاء الله يفتح علينا زي ما فتح على عبد الحليم حافظ. امين يا رب. الله خلينا ناكل في جو البركه اللي احنا فيه ده. انا سامع اصوات جميله في الهواء، اصوات بتردد اغانيه زي الاناديل في شارع الضباب. الجو لا يخلو من سحر وعذوبه. بسم الله. ازيك يا فواز، وازيك يا احوالك؟ ناديه وحشتني. وحشتك انت وليا قلابه، فرجتي عليا الخلق. من ايه ما قلت لك اكتب عليا؟ كنت هتجوزك، بس انت وليا هجاجه. انت جايه ليه؟ جايه اقول لك ابعد عن الشر وغنيله. عباس لو شافك بتحوم حواليا في الحاره هيقطع رجلك. عباس بيغير عليا من دبان وشه. انا هقتله، وحياه ابني متولي لقتله. روحي قولي له مش هتتهنى بيها، قولي له فواز مش هيهنيك بيها يا عباس. طب بس ايه، تاخد معاك فلوس؟ ايوه معايا. انا ما اخدش فلوس من واحده ست، فواز ما ياخدش فلوس من واحده ست. توكلي على الله، اتكلي على الله. لازم يا اخويا تسعى لرزقك. الواد سيد مستفرد بالعربيه وبيدينا ملاليم، ما توقف عليها انت بداله. اصل الواد ده اكيد الاكيد بيخنصر من الفلوس. لا، الولد سيد ما يخنيش، ده عشره عمر. انت خلاص ما بقتش لوحدك،
كنت الاول خفيف خفيف، انما دلوقتي ما تقومنيش عليه، انا عارف زن النسوان. يلا نامي بقى، خلينا ننام. نامي. حمال القاسية يا قلبي، حمال القاسية تنسوك. عباس فين؟ جه وخرج. قلت له ان انا عاوزه؟ قلت له ايه؟ هتفضل واقف مستمر على الباب كده؟ ما تخش، عايزك في موضوع. موضوع ايه؟ مفيش بيني وبينك مواضيع. لا، في سي عباس مش عايز يشتغل والفلوس شحه معانا. طبعا، ما هو مش فاضي الا للخادم. لايه؟ بنت انت. بقول لك ايه؟ اذا كان عباس ما يقدرش يأدبك، انا ممكن أأدبك. يا ورد، ما صدقت استفرد بالعيشة وانت جاية تقولي لي نشوف بالعربي. بقى احمد عايزك تمشي. هو قالك كده؟ ايوه يا عباس، احمد يقول كده واكتر من كده. فوق، اصحى، انت عايز يشاركك فيا. مين اللي عايزك شركة معايا؟ احمد. احمد تضربني يا عباس؟ وانا اضرب ابوك كمان؟ هو الضربه جديده عليك ولا ايه؟ دول هما اللي حيلت في الدنيا. سوري يا اختي، هتفتري عليهم؟ جتجدعي يعني؟ الله يخرب بيتك على بيت وزن. ايه يا عباس، انت هتقعد تتفرج عليا ما اجيب هدومك؟ صورة الولا سيد، بحب عبد الحليم قوي. حليم قوي، هات يا اخويا هات. على فين يا عباس؟ واخد العربية ساعة الفجرية وطالع بيها على فين؟ كمل نومك انت يا سيد، مالكش دعوه. يعني ايه ماليش دعوه؟ بتسرق العربيه يا عباس؟ بتسرقني انا واحمد يا عباس؟ جرى ايه يا سيد؟ ايه يا سيد؟ انا اولى منكم الاثنين بالعربيه يا اخي. انا متجوز وماليش شغلانه، والبنت هتطير مني. يعني انا ليا شغلانه؟ ما انتش ماشي يا عباس. هيمشي يا سيد فين يا عباس؟ لا همشي ومش هتقدر تمنعني. امنعك يا عباس. احمد، احمد اصحى يا احمد، احمد اصحى يا احمد. ايه ايه ايه؟ عباس وسيد بيقطعوا بعض. الساعة كام دلوقتي؟ احنا الفجر. ايه يا احمد؟ بسرعة بسرعة يا احمد. احمد يا عباس، يا عباس، يا عباس، يا عباس، ليه؟ ليه يا عباس؟ تقدر عايز اهرب بالعربية يا احمد؟ ليه؟ ليه تعمل في اخواتك كده يا عباس؟ اخواتي؟ طبعا ايوه على اخواتي يا احمد. انا لازم اقول لاهل الحتة كلهم انا ليه عايز اسيب الحارة انا ومراتي. قول يا عباس. هقول يا احمد يا اهل الحارة، اسمعوني كلكم، احمد وسيد اللي هم اخواتي واصحابي عايزين يشاركوني في مراتي، عايزين اشارك معايا وانا راجل حر. يرضيكم الكلام ده؟ لا ما يرضهمش يا عباس. الحاره بقى اللي لازم تعرف انك ما كنتش خارج بطولك، كنت هتخون اخواتك وتسرق عربيه السمين، ولما سرهم كشف حب يناقش على الموضوع بمساله الشرف والشرك. ومش هتقعد في العيشه دي واحده، لا انت ولا مراتك. بالسلامة يا اخويا. ولا يقعد في الحارة كلها. لا دي شنطتي. لا دي شنطتها انا، هاخد هدومه هو ومراته بس. يلا خد مراتك واتكل يا عباس. من غير العربية اللي مش بتاعتك.
حياتك يا عباس. احمد. ماشي يا عباس. بيكذب يا احمد مش كده؟ قول يا احمد انه بيكذب. أنا بحبك يا أحمد، اتجوزني، أنا بحبك. وحد الله يا أم سعاد. جميلة ما عملتها. كانت رغاية بطلت الكلام، بقت حاسة نفسها طول النهار مش عايزة تقول مرة، بقت أصحاب الليلة لقاها بتغسل وبتبكي، بقت جلدها العظم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعرف بس إنها عايشة، مش عايزة منها حاجة. إيه في إيه يا عيني؟ أعرف بس إنها وعاد هربت يا احمد، خدت هدومها وسابت الحاره. هربت فين؟ ايوه هربت يا اخويا. هو انت السبب؟ ايه السبب يا سعيد؟ انت مش فاهم حاجه. انا فاهم كل حاجه. انا دلوقتي بس صدقت عباس، انت كنت عايز تشارك مراته عشان كده خدها وهرب. انا مصدقها يا عيد، انا مصدقها يا عيد، انا مصدقها. والله ما فاهم حاجه بس. انا اشرف منهم كمان يا عيد. بس يسيبوني في حالي يا عيد، يسيبوني في حالي يا عيد، يسيبوني في حالي. انا ساب الحارة بسببك يا سيد، روح لحالك مش هفتح لك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي زعلان على احمد. هيكون اكتر مني، انا عريان من غيره، بس هم احسن مني. عباس واحمد احسن مني. المهم جاب يلا ماشي وكشفوا لي. ما تبقاش لوحدك، تعالى بات هنا معايا. الخير يا مصطفى. سعاد رجعت ولا لا؟ سعاد؟ انا سالت امها قالت مفيش خبر عنها.
بدأت مساء اليوم عمليات فرز الأصوات الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية المحلية في 257 لجنة هامة تحت إشراف السادة القضاة والمستشارين، حيث يتم إعلان نتائج أول بأول كل محافظة من محافظات الجمهورية. عامل ايه يا سيد؟ الحمد لله. واحد اللي كان عامل لنا حس في الحارة. ما تعرفش عباس عفيف؟ تعرفش عباس؟ وحشت. حتى شتمته ليا لسه بترن في وداني. الله يخرب بيته، كان عليه حركات. ايه يا بنفسك بتبهي وانت ظهري حزين، العين تتعبك وطبع محتشم ورا راضي ليه يا بنفسك بتبهي ليه يا بنفسك. احمد مرجعش. الا انت تبعت وطبع ما تبعت على بوبي. سابتني يا سيد، سابتني ورجعت لبتاع الحمير، رجعت لفواز، بس انا راجل وطلقتها. كانت بتحبها؟ كنت عارف، وعارف برضه ان احمد راجل وما يخونيش. ارجع عيش معايا يا عباس، انا بقيت لوحدي. المعلم رجب ومسعود هيفرحوا قوي لما يشوفوك. يا سيد خلاص انا اتهديت، بقيتش عباس بتاع زمان. ساعة سعاد ما هربت واحمد ساب الحارة وبقيت قاعد في البيت بيقرا دعية ما بتفكرش. حتى لسه موضوع الكاسة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة، ومن ولد يكون علي وبالا.
مالي بوبي جسمه مترشق رصاص يا عيني. لا قوة إلا بالله. مين اللي بره؟ الله الله. الدنيا غريبة واللعب معاها حلو. دايما كنت بجري بدوب في الهواء عشان افضل العب معاها. الدنيا ملهاش قرشان عليك. أنا عايزها. اديني الكلمة خمسة أشغل الجيل وموت عني علي. علي علي سعود خد عربيتك بسرعة لازم نتفرع قبل النهار ما يطلع. لو البوليس عرف هيبهدله ويبهدله. حلو. اللهم اجرني من لذة الحياة وقسوة الموت، واجرني من حلاوة النصر وهم الهزيمة، واجرني من نشوة الجماعة وألم الوحدة، واجرني من فرحة اللقاء وهم الفراق، وأجرني من رحيق الفرح وعلقم الألم. أجرني فأنا منك وإليك يا أرحم الراحمين.